عندي ناس من سوريا، هن امهم بنت عمتي يعني مانا غريبه، بس هن من سوريا ومنصح سيدنا محمد، ناس من اطيب الناس جايين سبحان الله، جايين لعندي لهون. الحمد لله رب العالمين، اطيب ناس واحسن ناس، من الناس اللي يعني هلا خالد عم يستقبلهم، هلا هو حيروح مع لانه حيترك لي السياره شحنه تحت، حيروح معهم نستقبلهم ان شاء الله رب العالمين، من اطيب الناس عن جد، يعني سبحان الله. لك يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، يلا فوتي فوتوا من هون، فوتوا لان هلا اليوم فلشون التراب. يلا يا صبايا هيدي اليوم ابو احمد فلشة التراب. لك يا ميت اهلا وسهلا بالسوريين الطيبين، بالسوريين الغاليين. كيفكم؟ كيف الصحة؟ هلا على طريقك. السلام ورحمة الله، تيني بوسي تيني بوسي. لك اهلا بعبورة حبيبة قلبي، ولا اسراء ماني شايفها. لا بدي اصور، بدي اصور السوريين لما يجوا لعنا. ولك يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، كله على اليوتيوب بدي ينزل. لا 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 حبيبات قلبي، شفتوا الشعب السوري قد ايه راقي، بيجي حامل محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حبيبي، عاودتكم هيدي على الفيديو لازم تظهر. السوريين عندهم كلمه حلوه، اهل ادلب بيقولوا ميت السلام. اهلا وسهلا، اهلا مرحبتين، اهلا وسهلا لك يا ميت، اهلا وسهلا. ليتي على السنه. ايه فوتوا لجوا. سنيورة مين عم تصوري؟ عم تصورينا؟ لك يا ميت السلام، معقولتكم؟ السلام. الجو عندكم بجنن وبيتكم بجنن، عن جد كل شيء حلو، عن جد كل شيء حلو. صدقا نور الجد، صدقا صدقا نور. حبيبة قلبي تعي لهون، تعي ضويلك عليهم. ما شاء الله شاهد. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، الله يسلمك يا رب. يا ميت اهلا وسهلا بالست ام محمد والصبايا الحلوين السوريين الغاليين على قلبي، سلم هالايدين، ونحن بلد واحد واهل. واهل اكيد، طبخك بجنن. لك الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا معزبتنا انت يا حبيبه قلبي، حبيبه قلبي يا محمد، ويا ريتني يا ريتني فيه طلعكم، بس منيح. واهلا وسهلا بكوكو والست اسراء عبوره الغاليه. عوافر، اهلا اهلا، حوله حوله، كيفك يا ممدوح؟ والله الحمد لله، فوتت والله، كنت مع عم جيب البيضات من تحت الدجاج مقرقه قبل علي. والله ما فيني حيل، والله ظهري عم يجعني. حاول 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 والله، الله لا يوفقه ان شاء الله. والله جبته، لا تفهمي ايش بالها، والله جبت هلا، كنت عم بخبز من الصباح، خبزت وجيت، الله لا يوفقه، طلع عند الضرة تانية عم له اكل لسم الاولاد وهو قاعد عم ينبسط. شفتك؟ الله يبعث له رصاصة. قاعد عند مريم، هيدا ابنها لنظيرة اللي شافت. صرخ لي التليفون. لا لا ما يبعث، لا انت قومي جيبي التليفون، روحي جيبي التليفون مشان نصور صورة. روحي له، لا يلا احسن اخذ هيك على اليوتيوب، ما بس اقسم بالله خليها اخذ هيك على اليوتيوب، مو بس هيك وانت عم تاكل شبكة. ما بنضحك، لا انا عم بصور. وبصير ينكتب على اليوتيوب البنت التي تقتل اختها عشان ما تصير. خلص خلص كنتي عم تصور بقى، استنى استنى امشي يلا اسوي فيديو صغير احلى مقطع. يلا لا لا حبيبة قلبي أم محمد، يا أهلا وسهلا فيكي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس بدي أسألك سؤال ما دخلوا بكل هالقعدة، تربية الصبيان أهين ولا تربية البنات أهين؟ والله تربية الصبيان أهين. ليه؟ لأنه البنت بدها تتدلل، وبدك ما بدك تكسري بخاطرة. إيه صح، يعني الشاب عادي ما بده
خلاص يعني ما بتخافي عليه، البنت بتضل حريته معه على طول، بس البنت ضلي خايفة عليها أكيد. طيب ولما رحتي على سوريا تغير عليك شيء ولا حسيتي لا انه نفس عاداتنا نفس تقاليدنا نفس الشيء هون وهنيك نفس الشيء ما تغير عليه شيء ابدا؟ سبحان الله. اي والله. انتوا يا صبايا كيف وضعكم انه كونكم نصكم لبناني نصكم سوري؟ شو العكس؟ حلو حلو كتير. ان رحتي على سوريا لك خاصه جيتي لهون شيء خاص، واذا اجيتي لهون شيء خاص انه سوريا لبنانيه، دائما انا بيستغرب سوريا لبنانيه، عرفتي كيف؟ صحيح. اي والله. وعبورة أنا أسا شي يوم يا عبير بدي أجي، معلش اليوم عبير عايرة صوتها لرفيقتها وجايلة أسا شي يوم بدي أجي لعندك على المحل تصور فساتين الأعراس إن شاء الله شي يوم إذا كنت مرأة. أهلا فيك. يا الله القعدة، يا القعدة يا نحن مبسوطين، القعدة عندك بتجنن والله العظيم، يعني أحلى رواق لك. اهلا وسهلا بالست فاروق. الله الله يهنيكي بهالقعده يا سنيوره، قعدتك كثير حلوه بجنن، قعدتك كثير كثير حلوه. بنتك هيني ما بتحكي لي هنيك بس تتكهكه. والله انا صار لي ساعه عن توشط من العبير. ليه بس شغلت الفيديو بطلت تحكي ابدا؟ عبير كيفك يا عبير؟ كيف مدى ستك؟ فجأة ولك يا ميت السلامة أولدكم. الله يسلمك حبيبة قلبي. والله يا ريت تمدوها أسبوع يعني كمان أسبوع حبيبة قلبي. والله ما بتقصري. والله لا يمل لك. الله يرضى عليكم وشرفتونا وأنستونا. هلا يا أحبابي أنا لازم أختم الفيديو وأقعد مع ما ضيوفي، هن أهل البيت أصلا. حبيبة قلبي لك الله يرضى عليكم والله يكرمكم ويرضى عليكم والسلام عليكم.